التاريخي الذي لعبه أبناء هذه المناطق في مسيرة المغرب النضالية من أجل الاستقلال بقيادة العرش العلوي المجيد وفاء للبيعة التي في أعناقهم، حيث أكدوا على مر التاريخ اعتزازهم بهويتهم المغربية والتي لم تكن وليدة الأمس القريب، ولكنها كانت كذلك عبر التاريخ، وتتشكل مرة أخرى صورة رائعة من صور التلاحم القوي بين شعب وفى لعرشه ملتف حول رمز وحدته وملك متفان في خدمة بلده اختار له نهج الحرية والديمقراطية ومدينة العيون مرحلة النضج، ولأننا وفرنا الشروط لإطلاق مرحلة جديدة على درب توطيد الوحدة الوطنية والاندماج الكامل لأقاليمنا الجنوبية في الوطن الأم. وفي هذا الإطار يندرج تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتطبيق الجهوية المتقدمة. شبير عزيز، إننا نحرص على تمكين أبناء أقاليمنا الجنوبية من الوسائل اللازمة لتدبير شؤونهم وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية المنطقة. فالصحراويون معروفون منذ القدم بأنهم كانوا دوماً